السي عبد اللطيف الدازي نائب مدير معرض التكوان لسمات البحر المتوسط في دورته 35. تكلمنا على هذه المرحله بالطبع المعرضات. الوغ هذا الدواء اساسا كتسميت كونه دوره فديه لاننا كنحتفلوا بديك 25 تاسيس المهرجان. كتميز واحد البرمجه غنيه متنوعه افلام من الافاق المختلفه. ثم هنالك واحد البرنامج ثقافي غني من ندوة حول السينما الفلسطينية، الندوة المركزية حول سينما المرأة، ثم التساؤل حول السينيفيليا اليوم والتحولات اللي عرفتها. بالنسبه للضيوف اللي كيف هذا المهرجان كاين ضيوف كي يرافقوا الافلام ديالهم العروض الافلام ديالهم، وكاين طبعا التكريمات اللي كنعرفوا كاين التكريم ديال الفنان محمد الشوبي، كاين الفنان المصري نيل الكريم والفنان كريم عبد العزيز، كما اننا كنكرموا المخرج الاسباني لويس مينيارو. شكرا لكم التوفيق في هذا المهرجان. شكرا لك.